هذه لقطات في بحيرة شتاونبرغ في هذا اليوم الأحد 11 من شهر أكتوبر من عام 2015 للميلاد. نحن على ضفاف بحيرة شتاونبرغ جنوب غرب ألمانيا، جنوب غرب مدينة ميونخ. بحيرة رائعة جدا. في هذه البحيرة تتحرك القوارب واليخوت تنقل الناس على مراسي هذه البحيرة شرقا إلى الغرب وشمالا إلى الجنوب.